নিগারো বলো إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا نستغفرك ونتوب إليك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم ودمر ديارهم ومزق جمعهم ونكس أعلامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم احفظنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم احفظنا من شر الكافرين اللهم احفظنا من شر الكافرين اللهم احفظ إخواننا من شر الكافرين اللهم احفظ أخواتنا من شر الكافرين اللهم احفظ أخواتنا من شر الظالمين اللهم احفظ آبائنا من شر الكافرين اللهم احفظ أمهاتنا من شر الكافرين اللهم احفظ زوجاتنا من شر الكافرين اللهم احفظنا من شر الظالمين اللهم احفظ كل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم احفظ الحرمين اللهم احفظ الحرمين اللهم انصر إخواننا في كل مقام اللهم انصر إخواننا في الكشمير اللهم انصر إخواننا في الكشمير
اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم احفظ إخواننا في الكشمير، اللهم احفظ أخواتنا في الكشمير، اللهم احفظ إخواننا في الشام، اللهم احفظ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وذلل الكفر والكافرين، وذلل الكفر والكافرين، وذلل الكفر والكافرين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، واخذل من خذل المسلمين، واخذل من خذل المسلمين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى